الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس فارس حرب، المحاضرة الثالثة من كورس الأوتوكاد. احنا توصلنا المرة اللي فاتت لحد ما وصلنا لأمر سيركل، خدنا المرة اللي فاتت أمر ريكتانجل وأمر سيركل. النهاردة إن شاء الله هنكمل أمر من أوامر الرسم، بعد كده هنتكلم شوية عن حاجة اسمها أوامر الموديفاي. الأمر اللي عليه الدور النهاردة هو أمر رسم الأرك. يعني إيه أرك؟ أرك يعني منحنى. طيب الأرك ده بيتعمل إزاي؟ ارك عشان اجيب اختصاره اول حرف من اسمه A انتر، وبعدين بيقول specify start point second point end point. ايه الكلام ده؟ تاني A انتر نقطة، التانية التالتة بيطلب مني تلات نقط. طيب بص معايا بقى على الارك ده، لو انا ضغطت عليه كده انا عندي اول نقطة هنا خالص، دي نقطة start او end، عندي اخر نقطة دي برضه نقطة ستارت او اند، عندي نقطة دي بتاعت نقطة اقصى حتة متقعرة لجوه كده. طيب عندي لو وصلت الخط من هنا لهنا هيبقى راديوس، عندي النقطة دي اصلا اسمها سنتر، عندي لو وصلت خط من هنا لهنا برضه عمل لي ايه؟ راديوس. عندي هنا كده زاوية، عندي طول ده كده لو جبت متر اللي هو الشريط اس تي بي كده هيطلع لي لينس طول. طيب شايف الحاجات دي كده كلها؟ اي ثلاث حاجات عارفها منهم هقدر اشتغل عليها، يعني دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. شايف الستة دول؟ اي ثلاث حاجات منهم معاك هتقدر تشتغل عليها. طب ازاي؟ بص معايا امر ارك، لو انا جيت من فوق من هنا كده ودوست على السهم هلاقي كل دي طرق الرسم بتاعته. طيب احنا نستعرض اهمهم. اول حاجة عندي 3 بوينت اللي احنا رسمنا بيه ده، رسم 3 نقط اهو. طب تمام. تاني حاجة عندي هنا حاجة اسمها start end start center end start center end، هي برضو عندي هنا center start end. يعني ايه الكلام ده وايه دي؟ نشوف واحدة واحدة. انا قلت لك انا عندي كده دي ستارت او اند ودي ستارت او اند، والسنتر اللي هي النقطة اللي هنا اللي بيطلع منها ايه؟ نص القطر. لو انت معاك التلاتة دول انا عايز ارسم بمعلومية التلاتة دول، يا هتختار دي يا هتختار دي. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ الترتيب. يعني هنا بتبتدي اول حاجة تختار له الستارت، وبعد كده تختار له السنتر، وبعد كده تختار له الاند. اما هنا بتختار السنتر وبعدين الستارت وبعدين الاند. طب تعال نشوف استخدام ليها. مثلا لو انا عايز ارسم باب، هقول له مثلا باب ده بيبقى طول كده مثلا وليكن هقول له 2 هنا، خش زوم عليها كده واتنين كده، وارسم ارك من هنا. ده كده شكل الباب في المعماري، ارك بالمنظر ده. طب هترسم الارك ده ازاي؟ انا ايه النقط اللي اعرفها عنه؟ مش الارك بتاعك اللي هو ماشي كده، واحدة من دول تعتبر ستارت والتانية انت بداية ونهاية اه، والنقطة دي تعتبر هي السنتر بتاعك اه، يبقى انا اعرف نقطة ستارت ونقطة السنتر ونقطة الاند. طب دي ستارت ودي اند ولا اي واحدة واي واحدة؟ لا، برنامج الاوتوكاد بيمشي عكس عقارب الساعة، يعني لازم تكون دي الستارت ولازم تكون دي الاند. طيب هتجيبها منين؟ اي واحد بيقولك التلاتة، يا اما ستارت سنتر اند يا اما سنتر ستارت اند، اي واحدة في الاتنين. تعال نجرب الاتنين. من هنا اقول له ايه؟ ستارت سنتر انت تكيت عليه، ليه تحت بيقول لك اختار الستارت اهي، اختار السنتر اهي، اختار الاند اهي. خلي بالك عشان يقفل لازم يكون الخط ده قد ده، لان هي تعتبر جزء من دايره فده يعتبر راديوس فيها. طيب تاني واحده بقى اللي تحت هنا، سنتر ستارت اند، دي سنتر وستارت وإنت. طب ما هي يا باشمهندس اه، بس هو اختلاف ترتيب مش اكتر. طيب هل ليها ينفع اجيب دي من الاختصارات؟ اه دي ينفع تجيبها من الاختصارات. هتقول له ايه انتر وبعدين سنتر اهي، سي انتر، بعد كده تحدد السنتر، وبعد كده تحدد الستارت، بعد كده تحدد الاند. بصراحة امر ارك بحب ايه تريح نفسك وتشتغل عليه من هنا، وفي الاخر اقول لك اصلا انت ممكن ايه تريح نفسك من الامر خلص تشتغل بطريقة واحدة تغنيك يعني. طيب يبقى انا كده اهو سنتر ستارت سنتر ستارت سنتر ستارت ان وستارت سنتر ان. طب تمام تعالوا نشوف حاجه تانية. طب بص قبل ما اشوف حاجه تانية، هو انا يا باشمهندس لو عكست الستارت والسنتر
من الستارت والاند ايه اللي هيحصل؟ يعني قلت له مثلا ان دي الستارت وادي السنتر اهي ودي الاند، يعني الناحية التانية. ليه؟ لان يعني برنامج الاوتوكاد بيمشي عكس عقارب الساعة، فانت لو قلت له دي الستارت هيمشي كده ويقفلها لك زي ما انت عايز، عكست بيعكس. طب تمام، تعالوا نكمل. وليكن تعال نشوف ستارت سنتر انجل، ستارت سنتر انجل، وتحت اهي سنتر ستارت انجل، فرق ترتيب. طيب هقول له من هنا اهو ادي الستارت، طبعا انا تحت انا شايفه بيقول لي عايز ايه، ادي الستارت وادي السنتر، وبتدخل له الزاوية وليكن 30 درجة. الكلام ده معناه ايه يا باشمهندس؟ معناه اني لو وصلت خط من دي كده بالمنظر ده هتكون الزاوية دي قطرها 30 درجة. طب تمام، وده كده ان انا ادخله بمعلومية الزاوية. طب تمام، في ايه تاني بقى معايا؟ عندي سنتر، عندي ستارت سنتر لينس، ستارت سنتر لينس اهو، وهنا اهو اختلاف الترتيب بتاعها. اقول له وليكن اهو اختار اي واحدة فيهم، ستارت سنتر، وتقول له الطول بقى انت عايز الطول كام، وليكن هقول له الطول 7، انتر، رسمها لي بالمنظر ده. ده معناه ايه؟ انا حددت دي ودي، والطريق ده كده الشريط ده كده كله لو جيت قسته بالمتر هيطلع لي قيمته ب7. طب يا باشمهندس انا جيت اجرب الرقم طلع يعني مرضيش يعمله، ليه بقى؟ ما انت كتبت اي لينس، ما هو اللينس ده اخره هيكون طول المحيط، فانت لما كتبت اي رقم هنا من دماغك هيقول لك لا مش ينفع يقفله، تمام؟ فتصغر الرقم شويه عشان يبقى مناسب، يعني هي دي الفكره. طبعا وانت بترسم لوحه انت بتبقى عارف اللينس بتاعها قد ايه فبتعرف تظبطه. طيب تمام، هي نفس الحكايه بقى كلها، هنا كل الكلام اختلاف بس. طب دي مثلا هنا ستارت اند راديوس، ادي الستارت وادي الاند، وتدخل له الراديوس بتاعك قد ايه، وليكن الراديوس مثلا ب3، يبقى ده عباره عن ايه؟ حددت نقطه الستارت، نقطه الاند، والراديوس بس كده. طبعا شوف طبقا للرسمه بتاعتك. طب يا باشمهندس انا هحفظ كل الكلام ده، الدنيا طويله قوي. بص معايا هقول لك على حاجه احسن من ده كله. شايف اول طريقه خالص اللي هي ايه؟ انتر، نقطه الثانيه الثالثه، الطريقه دي زي الفل. ازاي يا باشمهندس؟ بص معايا هتك عليها كده، انت عايز ايه؟ عايز تغير مكان الستارت، غير مكان الستارت، عايز تغير مكان الاند، غير مكان الاند، تك تكه وغير، عايز تغير التقعر اهو. فانت من هنا اوريدي اتحكمت في كل حاجه، اي ارك عايز ترسمه اهو، عايزين نرسم ارك هنا اهو، النقطه الثانيه والثالثه، وظبط شكله من هنا، نمسح ده بس ونظبط شكله بالمنظر ده. طب انا قدرت باول طريقه خالص ان انا اطلع اركات زي ما انا عايز. طيب ودي برضو الطرق ادينا استعرضناها كلها، طبعا بقى كله تكرار من دي، ادينا استعرضناها كلها بحيث انت لو ايه حابب تكمل حاجة أو حابب تشتغل على حاجة. طب تعالوا ناخد حاجة كمان جوه الأرك، أنا قلت إيه؟ إنتر ورسمته. طيب أنا خرجت منين؟ خرجت من هنا. بص لما أدوس إيه مرتين إنتر، خلي بالك مش مرتين إيه، مرتين إنتر، بيلقط لي آخر نقطة وأكمل، هو كونتينيو أهو، وأكمل أهو، إيه مرتين إنتر أهو، زي ما أنت شايف كده، أبدأ أقعد أكمل الأرقاد زي ما أنا عايز. تقدر من خلالها تشكل اي شكل، وبرضه لو عايز تغير بتغير اهو، بتغير فيها زي ما انت عايز اهو بالمنظر ده. طيب ده كده بالنسبة لأمر ارك. طب تمام خلصت كده، عايز امسح الكلام ده كله اختار واعمل ايريس. بس انا عايز اقول لك برضه على حاجة تانية في الاختيار، انا قلت لك في الاول خالص انك لما بتيجي تختار سواء بالخضر او بالزرقاء بتتك ضغطة وترفع صبعك وتشد وتتك ضغطة تانية، تمام زي الفل. طب لو حضرتك اتكيت وفضلت متك برضه، هي بيشتغل برضه بالخضرة والزرقاء، بس الفرق ان هو زي فري كده، فري هاند، انك بتشكل براحتك المنطقة الخضراء، تمام كده. انا عايز اخد مثلا دي كده، فهو مشكل افضل ضغط على الماوس، بس بصراحة يعني ملهاش اهمية كبيرة. فهو انا بالنسبة لي التك وترفع صبعك وتشد كده كله وإريز افضل بكتير. طيب ده كده بالنسبة لأمر ارك، هنبدأ بعد كده نكمل، هناخد شوية أوامر خاصة بمنطقة الموديفاي. احنا اتكلمنا في الموديفاي قبل كده عن أمر إريز اللي بيمسح،
هناخد النهاردة أمر تاني مهم جدا، أمر اسمه كوبي. إيه كوبي؟ كوبي يعني نسخ، بيعمل نسخة من عنصر معين. وليكن أنا عندي ريكتانجل أبعاده 5×5، أنا عايزك ترسم الريكتانجل بأبعاد، ما تاخدوش كده. طب تمام، أمر الكوبي إنك تعمل نسخة من أي شكل قدامك، مهما كان عدد أضلاعه ومهما كان شكله، إنك تعمل نسخة من حاجة. طب يا باشمهندس، أنت كنت قلت لي، أنا فاكر قلت لي من هنا في أمر موديفاي، يا إما تختار الأول وبعدين تعمل الأمر، يا إما تعمل الأول وبعد كده تختار. الكلام ده موجود برضه في الكوبي، موجود في كل أوامر الموديفاي. بص معايا، حضرتك ممكن تختار كده، وبعد كده تستدعي أمر كوبي مكانه هنا أهو، اختصاره أول حرفين من اسمه سي أو إنتر. بيقول لك إيه؟ سبيسيفاي بيس بوينت. إيه البيس بوينت دي بقى؟ عشان الكلمة دي هنشوفها كتير، حتة بيس بوينت. بيس بوينت دي لو أنا عايز، لو ده كرسي عايز أشيله من مكان للتاني، بمسكه من حتة معينة. هي نفس الفكرة، الحتة اللي هتمسك منها وتوديها في مكان تاني اهو. فالبيس بوينت بتاعي وليكن اهي. بعد كده يقول لك سبيسيفاي سكند بوينت، فين بقى؟ هنا اهو. عايز تحط فين تاني؟ امر ممتد ما بيخلص الا لو حضرتك جيت في الاخر ودوست ايه؟ اسكيب. كده انا خرجت من امر ايه؟ كوبي. تمام، النسخ اللي انا عملته ده ان انا خدت عنصر اهو وقلت له دلوقتي احنا المره اخترنا وبعدين عملنا كوبي. طب لو انا قلت له سي او انتر، استدعيت الامر الاول، هيقول لي سيلكت اوبجكتس، اختار العنصر وادوس انتر. وبعد كده هي نفس الخطوات، بيس بوينت ومن هنا اهو. طيب لو جبته من فوق كوبي اهو، هيقول لي سيلكت اوبجكت، اختار العنصر وادوس انتر وامسك وبعد ايه اعمل نسخ. يبقى حضرتك في اوامر الموديفاي تختار الاول صح، تستدعي الامر الاول برضو زي الفل. طب تمام، طب يا باشمهندس الكوبي اللي احنا عملناه ده عشوائي، يعني احنا عندنا حاجه مثلا فعايزين نحط شكل في مكان معين فنحطه بايدينا كده. طب افرض بقى انا عايز اعمل نسخه من الشكل اللي قدامي ده على مسافه وليكن 5، على مسافه كام؟ 5. بص معايا بقى هنعمله ازاي. هختار الشكل اهو واقول له سي او انتر. بالمناسبه برضو كوبي ممكن سي او او سي بي، ده ليه اختصارين، بس خلينا في سي او انتر، هي هي يعني سي او انتر. بيقول لك سبيسيفاي بيس بوينت، تك اختار البيس بوينت اهو. وبعد كده بقى انا عايز اعمله على مسافه معينه، اديله اتجاه الحركه، مش انت تتحرك كده، اديله اتجاه الحركه. وبعد كده اكتب المسافه، بس ثانيه واحده معايا كده، انت عايز المسافه دي تكون كام؟ انا عايزها 5. حلو، هل هكتبها له 5؟ لا. امال هتكتبها له ازاي يا باشمهندس؟ بص معايا، مش دي نقطه البيس بوينت؟ طب فين الصوره بتاعتها؟ اهي، مش دي الصوره بتاعت البيس بوينت؟ يبقى انا هكتب له المسافه كلها. شفت النقطه دي ما اتحركتش 5، ده النقطه دي اتحركت، ده كله اللي هي كام يا باشمهندس؟ طول الضلع زائد مسافه الحركه اللي هي 5، و5 اللي هو الطول ده، يبقى 10. طب حلو قوي. طب افرض بقى معايا يا باشمهندس لو انا اخترت ان البيس بوينت هي دي، هل لما اجي احركها هكتب 5 ولا 10؟ نفس الحكايه بالظبط اهي، ما هي الصوره بتاعتها هنا، فالمسافه برضو 10. طب انا بقى مسكت من النص، برضو هي هي، حته هنا وحته هنا، يبقى انا على طول بعتبره كده قانون ثابت معاك، مسافه الحركه زائد طول الضلع، ده في الكوبي، مسافه الحركه زائد ايه؟ طول الضلع. طيب نفك كده وتعالوا بص اهو، واكتب له كام؟ هكتب له 10، انتر. عمله لي اهو بحيث ان المسافه دي 5. طب لو انت عايز تتاكد ارسم خط بين ده وده، هتلاقي ان طوله كام؟ 5. طبعا قدام هقول لك على الامر بيرفع الدايمنشن على طول. طب تمام، طب هو انا مش مهندس لو انا قلت له المسافه مش 10؟ لا، يعني ما سبت موضوع اللي هو طول الضلع ده، انت قايل له كوبي تاكد كده، انا عايز يتحرك كام؟ 5، فمش هكتب له 10، كتبت له 5، انتر. ايه اللي حصل؟ ده لزق. هو لزق ليه؟ هو لزق عشان الطول ده 5، فانت دخلت له الطول ده بس، فتحرك من هنا مسافه 5، فجه هنا. اتفهمت كده؟ يبقى انت هنا ايه؟ كتبت له 5 اللي هو الطول ده، ما كتبتلوش المسافه اللي انت عايز تتحركها كام. فهو يا دوبك اتحرك ال5 اللي هو طول الضلع وقفل على بعضه بالنظر. تمام كده؟ بس طبعا كل واحد لوحده عادي، ممكن تمسحه. طيب افرض بقى يا باشمهندس انا عايز اعمل ريكتانجل بس بطول وبزاويه، يمشي كده، هختاره كده اهو، وبعد كده سي او انتر.
عايز اعمل كوبي اهو سي او انتر والتكيد. انت عايز تدخل طول وزاويه؟ اه بص بقى معايا، اي حاجه عايز تدخل فيها طول وزاويه طالما انت مشغل بولر تراكنج، فلما بتكون محدد كده بيكون هو محدد لك الزاويه بتاعت البولر تراكنج اللي هي 0 45 90 135 احنا كنا محددينها، فمش هتعرف تدخل طول وزاويه لان الخانتين مش هيكونوا ظاهرين عندك. امال هعمل ايه يا باشمهندس؟ هحرك بس، هز ايدي لفوق شويه بس كده، اهو كده ظهرت لي الطول وظهر لي الزاويه. اكتب بقى براحتك، اقول له وليكن مثلا عايزه على مسافه 15 وادوس زرار تاب من الكيبورد وادي له الزاويه وليكن مثلا ب 35 انتر اخرج بسكيب. طب ده يا باشمهندس بقى ال 35 بتاعتك والزاويه دي هل من هنا ولا منين؟ لا من بيز بوينت اللي صورتها. يعني منين يا باشمهندس؟ يعني من البيز بوينت اللي انت اخترتها اللي هي دي لحد صورة البيز بوينت اللي هي دي، ده الطول اللي انت كتبته له والزاوية بتاعته اللي هي دي كده بالمنظر ده اللي انت محددها كده. اتفهمت كوبي؟ طيب تمام، ده كده بالنسبة لكوبي. في اي مشكلة فيها؟ طيب بص معايا بقى، في الفيرجنات الحديثة عملوا خاصية جديدة كمان في كوبي. قال لك ايه؟ بص بقى، افرض الراجل اللي معايا ده بيحب يلعب شوية فعايز يعمل له 30 40 نسخة بحيث ان المسافة ما بين النسخة والتانية قدرها كذا. فهنعملها ازاي؟ ضافوا جوه امر كوبي امر فرعي تاني بيعمل الموضوع ده. اختار العنصر واقول له سي او انتر واختار نقطة البيز بوينت. بعد ما اختار البيز بوينت، في عندي هنا حاجة اسمها الري. ايه يا باشمهندس الري ده؟ يعني تكرار. بص بقى معايا اختصاره ايه، فهقول له ايه انتر، بيقول لك انتر نمبر اوف ايتمز تو اري. انت عايز تعمل كام نسخه؟ كله بقى بده، يعني عدد النسخ كله يبقى كام؟ هقول له وليكن عايز 20 نسخه، فاقول له 20 انتر. طيب وبعد كده ادي له بقى يا باشا الطول والزاويه زي ما انت عايز، عايز تدخل مسافه بس، عايز تدخل طول وزاويه زي ما انت عايز، بس مع مراعاه ايه على طول بقى؟ خلاص ده قانون ثابت، طول الضلع زائد مسافة الحركة. قول له وليكن مثلا اتحرك مسافة 15 انتر واخرج بسكيب. هو كده عمل لي 20 نسخة اللي انا طالبهم منه، المسافة بين النسخة والتانية الصافي بتاعها يعني 10، وانا دخلت له كام؟ 15. ده كده بالنسبة لأمر كوبي. طيب ناخد أمر تاني شبيه أمر كوبي. ايه هو؟ موف. ايه موف دي يا باشمهندس؟ الفرق بين موف وكوبي ان الكوبي بياخد من الاصل نسخة ويفضل الاصل موجود، اما موف بياخد الاصل نفسه ويحركه يعمل له انتقال. فهتختاره كده برضو بنفس الطريقة بالظبط، هختاره كده اختصار امر موف اما انتر نفس الخطوات. يقول لك سبيسيفاي بيس بوينت، ادي البيس بوينت تاني، وبعد كده اختار المكان اللي هتحطه فيه اهو. طيب عايزين بمسافة حركة اهي موف اهي، واديله مسافة حركة برضو مع مراعاة نفس الكلام اهو. عايز بطول وزاوية اهي موف اهي، والطول تاب الزاوية اهو، كلها برضو مع مراعاة حكاية مسافة ايه الحركة دي. الامر اللي بعد كده اسمه روتيت. ايه روتيت ده؟ يعني دوران، بيمسك اي شكل ويعمل له روتيت دوران. طيب مكانه فين اهو؟ انا عايزك قبل ما تكمل بقية الفيديو حاول انت تستكشفه مع نفسك، وزي ما انا قلت لك كده وقف الفيديو واستكشفه. ازاي يا باشمهندس؟ عينيا هنا، تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها. طيب انا هشرحه طبعا، وانت ايه قبل ما تشوف شرحي حاول انت تجرب الامر ده لوحدك. بص معايا، امر روتيت سواء جبته من هنا او اختصاره ار او انتر، اختار الشكل اهو واقول له ار او انتر، بعد كده يقول لي سبيسيفاي بيز بوينت، نفس الحكايه ما النقطه اللي همسك منها. سبيسيفاي روتيشن انجل، دخل لي زاويه الدوران، انت عايز زاويه كام؟ وليكن مثلا 30 انتر. طب تمام، يبقى ده بيعمل ايه يا باشمهندسين؟ بيعمل روتيشن. واحد يقول لي طب ما احنا يا باشمهندس انت كنت قلت لنا جوه امر ريكتانجل على حاجه برضو اسمها روتيشن وكنا بنعمل دوران. اه بس في فرق، الروتيشن بتاعت الريكتانجل بتعمل روتيشن فقط للمستطيلات، اما هنا اي شكل، يعني مش شرط يكون الشكل بتاعك عبارة عن مستطيل، أي شكل حتى لو لوحة كاملة، بس أنا راسم مستطيل كمثال مش أكتر، لكن هو بيعمل بيعمل روتيت لإيه؟ لأي شكل، ومش شرط عنصر واحد، عدة عناصر. وليكن هختار ده كده أهو كله
واقول له ار او انتر، واختار نقطة البيس بوينت، وبعد كده اكتب له الزاوية. تمام كده، كده انا عملت له روتيت. طيب تعالوا ناخد حاجة كمان في روتيت ده، سواء طبعا جبتها من فوق جبتها من تحت، اخترت الاول عملت الامر الاول، كل الكلام ده عادي، هي اوامر الموديفاي كلها كده. طب انا هاجي اقول له روتيت برضو اهو، اخترت الشكل قلت له ار او انتر واتكيت على النقطة. طب انت عايز تعمل ايه؟ هو انا لما بعمل روتيت اللي انا عمال اجرب فيه ده، هو بياخد العنصر الاصلي ويحركه، تمام، ياخده ويدوره بالزاوية اللي انا بدخلها له. طيب لا انا مش عايز كده بقى، امال انت عايز ايه؟ انا عايز يخلي العنصر الاصلي زي ما هو وياخد منه نسخة ويعمل للنسخة روتيت. طب بتعملها ازاي دي يا باشمهندس؟ هلاقي عندي تحت بعد ما بختار البيس بوينت، هلاقي عندي تحت هنا ايه، حاجة اسمها كوبي سي انتر، وبعد كده دخل له الزاوية بتاعتك انتر اهو. عمل ايه يا باشمهندس؟ خلى الاصلية زي ما هو وعمل لها روتيت. تعال نرجع تاني نجربها اهو، اختار كلهم ار او انتر، واختار نقطة البيس بوينت اهي. طيب وبعد ما اختار نقطة البيس بوينت هقول له سي انتر اللي هي كوبي، واعمل لي مثلا النسخة بتاعتك على زاوية وليكن 60 بالمنظر ده. طيب تمام، ده كده بالنسبة لأمر روتيت. طيب هنيجي لآخر أمر معانا النهاردة، لا فاضل لنا أمر كمان، هناخد النهاردة فاضل لنا أمرين كده. الأمر اللي عليه الدور دلوقتي اسمه ميرور. إيه ميرور ده يا باشمهندس؟ بص معايا، ميرور ده بالظبط عامل زي المرايه اللي في البيت عند حضرتك كده. المرايه دي بتعمل ايه؟ المرايه دي بتعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ لو عندك اي شكل، عندك شكل اي شكل، وجيت حضرتك تعمل له مرايه، يطلع لك في المرايه دي خاصيتين. ايه هما الخاصيتين دول يا باشمهندس؟ الخاصيه الاولى ان المسافة ما بين الاصل وجسم المراية هي نفس المسافة ما بين جسم المراية والصورة. بمعنى لو الاصل ده بيبعد عن جسم المراية وليكن 5 متر، فهتكون المسافة ما بين المراية والصورة برضو هي 5 متر. حلو، يعني ماشي تمام. ايه تاني؟ بيعكس الصورة. يعني ايه بيعكس الصورة؟ لو حضرتك كده لاحظت هتلاقي ان كل عربيات الاسعاف مكتوب عليها كده، هي مكتوبة كده عشان حضرتك سايق في العربية لما تيجي تبص في المراية بتاعت العربية تقراها مظبوطة. يبقى المراية بتعمل خاصيتين، بتعكس الشكل وبتنقل الصورة على نفس المسافة ما بين بعد الاصل للمراية. طيب تمام، يعني معنى كده يا باشمهندس انا عندي الشكل بتاعي، وليكن الشكل اللي احنا شغالين عليه ده مثلا، الشكل ده كده، لو انا عايز اعمل له انعكاس مراية بحيث ان يكون المسافة هنا كده بين الاصل والمراية بتاعتها وليكن مثلا 30، يبقى المفروض جسم المراية بتاعي مكانه فين؟ مكانه هنا في النص. على مسافة كام يا باشمهندس؟ يبقى على مسافة تبعد من هنا كده 15، عشان يبقى 15 كده و15 كده، يبقى الموضوع كله كام؟ 30. طيب ده بيتعمل ازاي يا باشمهندسين؟ بص معايا، اولا كده كاول تجربه خالص، وبعد كده طبعا هوريكم اكتر من حاجه. ليه هترسم خط لاين من هنا كده او من هنا كده، مسافته كده طوله كده 15. طيب وبعدين يا باشمهندس اطلع كده وارسم خط تاني باي طول، واخرج بسكيب وامسح ده. ايه ده يا باشمهندس؟ انا كده رسمت جسم المرايه، بقى ده الاصل ودي كده ايه، المراية، عبارة عن خط. رسمت خط كده بطول 15 اللي هو طول المسافة بين الاصل والمراية، ورسمت خط تاني بأي طول ده اللي بيمثل جسم المراية. طيب تعالوا نشوف بقى امر ميرور. امر ميرور مكانه هنا من ضمن اوامر موديفاي، فبيمشي عليه نفس الكلام. هختار الحاجة اهو، الجسم اللي انا عايز اعمل له ميرور، ام اي انتر. طيب وبعدين يا باشمهندس تختار اي نقطتين على جسم المراية وتدوس انتر، عمل لك مراية بالشكل ده. طيب تاني الحتة دي، همسح ده تاني اهو،
واقول له اختار الشكل ام اي انتر اللي هي ميرور، عينيا تحت سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور لاين، اختار لي اول اي اول نقطه على المرايه اي حته، مش شرط في الاول مش شرط في الاخر اي حته اهو. وبعد كده سبيسيفاي سكند بوينت اوف ميرور، بص اصلا معايا وانا بتحرك كده قبل ما اختار السكند بوينت خالص هو بيتحرك معايا كده، حضرتك تختار السكند بوينت اهي وتدوس انتر، عمل لك المرايه. طب كلام جميل يا باشمهندس، بس انا عشان اعمل اللي انت بتقوله ده هقعد كل مره ارسم كده خط بطول المسافه وبعد كده اطلع خط فوق بجسم المرايه بعد كده اعمل الامر، مفيش حاجه كده تخلص الموضوع ده على طول فيه. وركز قوي قوي بقى معايا في الحته دي، الحته دي مهمه قوي. بص معايا يا باشمهندس، انا عايز اعمل مرايه على مسافه 20، مسافه الجسم المرايه كام؟ على مسافه 20، مسافة بين الأصل والصورة بتاعتها على مسافة 20. يبقى المسافة يا باشمهندس ما بين الأصل وما بين جسم المراية كام؟ 10. مسافة كام؟ 10. حلو، بص معايا بقى أنا هعملها ازاي. هختار الشكل بتاعي وأقول له ام اي انتر من غير ما أرسم جسم المراية ولا حاجة، ام اي انتر. وبص بص معايا، هجيب الماوس كده من غير ما أدوس على أي زرار، أنا رافع صابعي من على الزراير كلها، بحرك الماوس بس. وهاجي عند النقطة هنا هخليه يحس بيها، يعني ايه يحس بيها؟ يعني يظهر لي المربع الأخضر ده اللي مكتوب عليه إند بوينت، وهتحرك مستقيم وإيديا ثابتة كده أهو 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 من غير ما أدوس على أي زرار، خلي دوست على أي زرار بوظتها. هتلاقي يا باشمهندس ظهر لك هنا ايه؟ خط الداش الأخضر ده. طيب وبعد كده بص أهو تاني أهو، أول ما حس بيها بس ومشيت من غير ما أدوس على أي زرار ظهر لي خط الداش ده. اكتب لي المسافة اللي هي المسافة لحد جسم المراية اللي هي بكام؟ ب10، ودوس انتر. وبعد كده لحد دلوقتي ما دوستش على اي زرار، هرفع كده بص بص هتتحرك معاك كده، انت عايز تثبتها مستقيم كده هتتك تكة بالماوس وتدوس انتر. تاني عشان الموضوع الخط الاخضر ده احنا هنستخدمه في حاجات كتير مش في ميرور بس، هختارها بالمنظر ده ام اي انتر، واجي اخليه يحس بالنقطة كده وامشي يمين شوية كده واديله المسافة اللي انا عايزها 10 انتر، ولف بقى براحتك كده لحد ما تثبت والتك تكة ودوس انتر. طيب بص برضو معايا، هو ايه الفرق ما بين كوبي وميرور؟ الفرق بين كوبي وميرور ان انا لو جيت عملت ده كوبي اهو، خدت بالك من الفرق؟ يبقى الميرور انعكاس. طب تمام، تعالى برضو نعمل حاجة تانية، همسح ده وهعمل امر ميرور كمان مره بس بالراحه برضه، عايز اوريك حاجه جديده. لو ادوس ام اي انتر واخليه يحس بيه هنا اهو، وامشي كده واديله المسافه انتر. طيب وبعدين ظبطت ايدي كده واتكيت تك، قبل ما تدوس انتر تعالى اقرا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك اريستور ذا اوبجكت، يعني امسح لك العنصر الرئيسي ده، امسح لك العنصر الرئيسي ده. لو انا دوست نو اللي هو متحدد عليها هيخلي العنصر ده موجود ويعمل لك ايه؟ ميرور مين. طب لو انا جيت من هنا اخترت يس، ايه اللي حصل؟ مسح لك الرئيسي. اخر مره تاني بقى ميرور، هختار الشكل كده وام اي انتر، واجي اخليه يحس بيه كده وامشي واكتب المسافه انتر، مسافه لحد جسم المرايه، واحرك ايدي. طب انا عايزه مايل اهو زي ما انت عايز اهو، انت بتتحكم كده، تك الضغط التاني خلاص ثبت، واختار بقى يا تمسح يا متمسحش اهو. طيب بص بقى معايا، افترض معايا انا عايز اعمل ميرور بس هنا، يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا مش عايز اعمل انعكاس للصوره هنا في مكانها على طول يدوبك جنبها، يبقى كده بقى الميرور لاين هو انهي؟ هو الخط ده. ازاي يا باشمهندس؟ اهو هختار دي واقول له ام اي انتر، وبعد كده هتتك الضغطتين بتوعك اهم هنا كده، بقى انت عملت ميرور للشكل جنبه على طول. خلي بالك امر ميرور ده مهم قوي. ازاي يا باشمهندس؟ اي لوحه عندك سيمتريك انت بترسم النص وتعمل له ميرور بدل ما ترسمه كلها، يعني هتوفر لك 50% من وقت الرسم بتاع اي شكل او اي لوحه فيها سيمتريك، فامر ميرور مهم. طيب انت قلت لي الخط الاخضر اللي انا بخليه يحس ويمشي بيه ده حاجه مهمه برضو، ان انا ممكن استخدمه في اي امر تاني غير اوامر الميرور، في بعض الاوامر التانيه. ازاي؟ بس اولا قبل ما اقول لك ازاي هقول لك هو لازم تكون عشان يشتغل معاك اصلا تكون دي شغاله دايناميك انبوت، ودي شغاله البولار تراك، والاوبجكت سناب، ودي
وكده كده احنا اتفقنا من المحاضرات اللي فاتت ان على طول الحاجات دي شغالة لما بقفلهاش عشان يشتغل معاك، اللي هو الخط الاخضر اللي انا باخد منه مسافة المرور. طيب شغالين، هستفاد بيها في ايه؟ بص يا باشمهندس، حضرتك مثلا عندك خط كده، الكلام ده في اي امر، عايز ارسم خط تاني بحيث ان المسافة بين الخط ده والخط ده وليكن 5، تعملها له ازاي؟ بص معايا، هقول له ال انتر وهاجي فوق من غير ما ادوس على اي حاجة، هخليه يحس بيه، همشي شوية هيظهر لي العلامة الخط الاخضر، هكتب له المسافة اهو وارسم كده. انا رسمته المسافة بين دي ودي كام؟ 5. الكلام ده في اي امر، اي حاجة بقى، اي شكل. ادي ريكتانجل اهو مثلا، عايز ارسم ريكتانجل تاني هخليه يحس وامشي واقول له مسافة 5، اهو بقت المسافة 5. في غاية الأهمية. طب أقول لك على حاجة أحلى كمان، بص معايا، أدي خط أهو طوله وليكن 10 وطلعت فوق وليكن 5 ومشيت كده أهو، أنا عايز أخلي النقطة اللي هختارها هنا تكون عبارة عن تقاطع ده مع ده. بص هعمل إيه، هاجي بالماوس كده أخليه يحس بدي من غير ما أدوس على حاجة، وأرفع إيدي فوق فوق فوق، بص معايا لوحده اختار نقطة التقاطع وانزل. خدت بالك؟ فمهم جدا موضوع الخط الاخضر ده، هيفيدني مش بس في ميرو، ده هيفيدني في اوامر كتير. طيب ده كده بالنسبه لامر المرايه اللي هو ميرو. اخر امر معانا النهارده امر اسمه اوفسيت. ايه اوفسيت ده يا باشمهندس؟ اوفسيت يعني توازي. يعني ايه توازي؟ عندي خط وخط تاني، عايز ارسم خط موازي الخط على مسافه معينه، خطين بالمنظر ده، واحد اهو موجود وعايز اعمل منه توازي على مسافة معينة. طيب هتعمله ازاي؟ واحد يقول لي هعمل خط واعمل خط تاني، امس اطلع كده خط تاني وارسم، صح. واحد يقول لي هعمل كده بالخط الاخضر اللي انت لسه معلمهم لنا، اقول له المسافة وارسم، صح. واحد يقول لي ارسم خط واعمل له كوبي، كل الكلام ده صح. بس في امر بقى اسرع شوية من الموضوع ده، الامر ده اسمه اوفسيت، مكانه هنا. طيب احنا ميرور كان مكانه هنا، طب افصل ده، افصل ده بيعمل ايه؟ بص معايا يا باشمهندس، اولا اختصاره بحرف الاو، لو انا عندي خط اهو باي طول وليكن 30، انا عايز اعمل منه توازي على طول وليكن 5، يعني المسافه بين الاصل والموازي ليها 5، هتختار او انتر الامر، تستدعي الامر. بعد كده بيقول لك ايه؟ specify offset distance، دخل لي مسافه التوازي، اقول له 5 انتر. طيب وبعد كده هتتك تك على الخط وتنزل، يا اما تختار تحت يا اما تختار فوق، اهو تحت. عايز تكمل اهو تختار تاني وتحت، اهو اختاره فوق تختاره فوق، يبقى تاني يا باشمهندس او انتر، او انتر دخله مسافه التوازي وليكن 4 انتر. بعد كده يقول لك select object offset to offset، اختار الخط اللي انت عايز تعمل له offset اهو. وبعد كده السايد، يا تختار السايد ده يعني الحته دي هنا، يا يعمل اوفست في الاتجاه اللي فوق، في الجهه اللي فوق او في الجهه اللي تحت اهو. طيب الكلام ده مش بس في اللاينز، في اي شكل ينفع يتعمل له اوفست. يعني لو عندي ريكتانجل اهو نفس الحكايه، اوفست اهو اهو سواء لجوه او لبره. عندك سيركل نفس الحكايه، اوفست سواء لجوه او لبره. طب تمام. طب افرض انا بقى عايز اعمل اوفست كتير، هياخد مني وقت طويل. بص معايا بقى في الاوامر الفرعيه بتاعته، ادي اوفست اهو وقلت له وليكن المسافه 5 انتر، عندي ايه بقى واخترت الخط اهو. بعد ما بختار الخط بيظهر لي حاجه هنا اسمها مالتيبل. ايه مالتيبل دي يا باشمهندس؟ يعني تكرار. بص لما اقول له ام انتر اللي هي مالتيبل، مع كل ضغطه بيعمل خط موازي بالمسافة اللي انت حددتها له اللي هي 5 اهو، سواء لفوق او لتحت. طبعا الكلام ده سواء بقى خط، دايرة، مربع، اي شكل ينفع يتعمل له توازي بيتعمل له توازي اهو. طيب حلو قوي يا باشمهندس، يبقى احنا كده ايه، قلنا اوفست وقلنا نعمل مالتيبل جوه اوفست. ايه تاني بقى في اوفست؟ اخر حاجة، لو انا عندي خط كده اهو تمام، وعندي مثلا وليكن خط كده، انا عايز اعمل اوفست من ده عند النقطة دي، موازي الخط ده عند النقطة دي، بس انا مش عارف المسافة بتاعت التوازي كام،
فهاجي هنا اقول له او انتر اوفس داون. في امر هنا بقى فرعي اسمه ثرو. ايه ده يا باشمهندس؟ يعني انا عايز اعمل توازي بس انا ما اعرفش المسافه بتاعت التوازي كام، بس اعرف النقطه او المكان اللي انا عايز يتعمل عنده التوازي. اختصاره تي انتر، وبعد كده اختار الخط بتاعك، وبعد كده اختار النقطه اللي انت عايز تعمل توازي عندها بالمنظر ده. يبقى انت هنا ايه، ما دخلتلوش مسافه التوازي، انت دخلت له المكان اللي انت عايز يعمل ايه توازي بالنسبه له. طيب تمام. طب يا باشمهندس افرض انا عملت كده خط اهو، وعملت اوفست ليه اهو باي مسافه مثلا 20 مثلا، وجيت من هنا قمت بعمل ايه التوازي اهو، واتكت كده. عايز مش كل مره بقى 20، بص انا عايز اعمل 20 مثلا واغير رقم 20، هتتك تك ادي هو مثلا مره 20 تكت تك، وليكن 15 انتر تك تك. عايز على مسافه 10 انتر. يبقى انا ممكن اغير مسافه التوازي من غير ما اخرج من امر، هتك على الخط، وقبل ما ادوس الجهه اللي هيتعمل فيها التوازي لا هكتب له المسافه الجديده وادوس انتر. تمام كده. طيب ده كده بالنسبه لامر اوفست. احنا كده النهارده في المحاضره دي ده كان اخر امر معانا في محاضره النهارده. النهارده اتكلمنا عن امر ارك وفهمنا نشتغل بيه ازاي، واتكلمنا عن امر كوبي وموف وروتيت وميرور واوفست. هكتفي المحاضره دي بالشكل ده، او هنكتفي بالاوامر دي، وهوريك بس التاسك اللي هيتعمل. المفروض ده التاسك اللي هيتعمل. طيب ده عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عباره عن بلان كده، ايه اول بلان نبتدي نشتغل عليه، حاجه صغيره خالص. طبعا واحده واحده هنبتدي نزيد في الاشكال بتاعتنا لحد ما نوصل ان شاء الله للمستوى اللي احنا كلنا بنتمناه. طيب ارسم شكل زي ده ازاي؟ بص معايا، وليكن انا هرسم لك الحته بتاعت المطبخ دي بس، وانت شوف الباقي بقى بنفس الطريقه. وانا هنا كاتب لك المطبخ كام في كام، 5 متر في 4 متر، يعني ده كده الصغير ب4 والكبير ده بكام، ب5. طب تمام، هتفتح دي الاوتوكاد اقول له لاين دي بكام، ب4، اظبط الزوم بتاعي اهو، وبعد كده هتطلع فوق كده وليكن 5 اهو. طب تمام. وبعدين يا باشمهندس بص معايا بقى، انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ارسم دي كده صح. طيب بس انا عندي مشكله ان هنا في فتحه باب، فالحته دي فاضيه، وعندي هنا ايه اللي هي الكتف مثلا. طيب قدام او المحاضره الجايه هناخد امر بيخلص شويه الحته دي بشكل اسهل، بس مبدئيا انا عايز اعلمك نقطه مهمه. انا مش عايز الموضوع بالنسبه لك يبقى ايدك اوامر كتير وخلاص، لا انا عايزك في الاوامر اللي في دماغك تعرف تتصرف. يعني انت دلوقتي خدت مثلا مجموعه معينه، لسه مجموعه صغيره من الاوامر، انا عايز من خلال الاوامر اللي انت خدتها دي تعرف تتصرف في انك تطلع اللوحه بتاعتك. طيب تمام. بص معايا، هنعتبر مثلا ان الكتف ده وليكن ب 20 سنتي، يعني كام متر، 0.2 متر، وان الباب ده وليكن ب 80 سنتي. طبعا دي مش الابعاد القياسيه بس انا بعتبر كده ايه مقدما يعني. يبقى الطول ده كام متر، يبقى الحته دي بكام، ب 3 متر. بص بقى انا هفكر ازاي احلها من خلال الاوامر بس اللي انت واخدها. اقول له دي 3 متر، خط 3 متر اهو، وبعدين ارسم لي خط تاني بوينت 8، وبعدين ارسم لي خط تاني بوينت 2، وهقفل الشكل بتاعي. طب وبعدين يا باشمهندس هاجي على البوينت 8 ده امسحه، انا كده فرغت الحته دي بالمسافه اللي انا عايزها. طب وبعدين يا باشمهندس هرسم لاين بره كده اهو، طوله بوينت 8 ولاين كده اهو بوينت 8. وبعد كده هتعمل بقى الارك بتاعك زي ما احنا خدنا في بدايه المحاضره باي طريقه، وليكن اقول له اهو ستارت. هيبقى فين بقى الستارت؟ ستارت سنتر اند، ادي كده اهو، وخد الشكل ده وكوبي، هقول له كوبي من النقطه دي وحطه لي هنا. بعد كده عايز تمسح الخط ده بتمسحه، اديني كده عملت الباب. طيب عايز تكمل بقى، مش كل شويه تقعد تعمل ده، امال ايه؟ باستخدام كوبي تعمل منه كوبي وتعمل روتيت وميرور، بالثلاثه دول هتقدر تجيب كل الاتجاهات او كل الاشكال بتاعه الابواب، وهتبدا واحده واحده ترسم لي الشكل ده كله. طيب بالنسبه للدايره اللي هنا، هترسم دايره وتعمل لها اوفست بمسافه وليكن بوينت 12. بالمنظر ده انت تقدر ترسم البلان المعماري ده كله. وبكده تكون خلصت محاضرة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.